الله، ايه السلسلة الجميلة دي؟ انا عايزة واحدة زيك. جايبها منين؟ عجبك شكلها؟ شكلها بيلمع كأنها ألماس حقيقي. ما هي ألماس حقيقي يا هبي. منها جرى فتحتي امبارح. اخت عليكي كده برضو ما تقولي ليش. هي دي برضو الصحوبية؟ معلش كانت حاجة عتضيق، ان شاء الله ملحوقة في الفرح. يبقى لازم اروح اوزع نشرة الاخبار واوزع النميمة. نور خطيبك وصل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهارده؟ جاي لك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابني؟ مالك يا منه؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعه اصحابي على مزرعه وحته ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها ثمن ادوات زراعيه ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعه مواشي وعزبه 200 فدان؟ وعندي شركة كمان، وكل حاجه هتعرفيها في وقتها. بس اي حاجه هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولي كده؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. مناه لو في حاجه غلط قول لي عليها وانا اعفيك من اي وهم. هو كون امتلك مزرعه وحته ارض يبقى في حاجه غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقه بينا تبقى علاقه عميل بموظف احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت ليه يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. وانا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمه؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البس هناك ولا لا. وايه اللي يقل لي نفعهم؟ ما هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جرتها، خلتني اخاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك ايه يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من غريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه. هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانيه طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبه نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول. جاي على طول. في رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسالك، قلت لها هي خليتها تنهار بالشكل ده. بعد ما مشيت ساهمت وكانها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجه، قولي ايه اللي حصل. طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت جايز تتجوز معايا.
عينك نصك صعيدية سأل الحنية دي كلها. أوحدك أي حاجة تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجة. مش عايزك تبكي، قول ما أنا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ أظن كده بقيتي كويسة وتقدري تروحي، ولا تحب أحجزك يومين كمان؟ موافق، لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا أنت، أنا عارف. أنا كمان بحب أتجوز. عايز بتقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه ده؟ كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه، شغلك في الشنطه دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنا ونعدي على شركه الالات الزراعيه نطمن راحوا الارض الجديده ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز. اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، اللي نزلك ملهوف دي؟ مشكله حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعة دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شوية مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح الدكة اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. ايه؟ هتلاقيها مصطبة ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا هركن على جنب وانت انزلي اركبي من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ تربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي؟ انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن. البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، ده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرى لها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده. بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب يشغل كيان البنت دايما. في يومين يا عليا؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقتي بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايز اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه. يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نتجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا علي، الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البنت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعقل من كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها. Thank you.
خلفتش العيون الجميلة دي عشان أخليها تبكي. إزاي يا بابا؟ إزاي تظن الظن ده فيا؟ ده أنا على يدك بخرج معاك وباجي معاك. انسى اللي حصل. وعموما يا ستي انا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو اكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجه عليه، احنا لازم نعمل حاجه. لا كل حاجه عليه، كفايه ان احنا هنديه جوهره الماسه مفيش زيها في الدنيا كلها. انا ما افهمش في الكلام ده، لما بقى يجي بالسلامه من جنة تبقوا تتفقوا. هو رايح جينا ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجة عن شغله، لكن أنا هقول لك اللي سمح إني أقوله. هو اشترى معدات زراعية بملايين، كان جاي النهاردة البنك يغطي الشيك لحساب شركة المعدات الزراعية. ويشتري معدات زراعية بملايين ليه؟ لأنه شارك جماعة أصحابه في شراء مزرعة 100 فدان في قنا، وطلب مني ما أجيبش سيرة لحد، بيخاف من الحسد. لكن انا حبيت اقول لك عشان تطمن انه ابن حلال ومكافح، بس وعدني انك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لماما. دي حاجه تفرح وتخليني احترمه قوي، بس انا مش عارف ايه الداعي للسريه اللي فرضها على نفسه وعليك دي، زي ما يكون بيعمل حاجه وحشه. يا ابوي لازم تعذره، ده عاش طول عمره وحداني وسره دايما بينه وبين نفسه. عقلك كبير يا بنتي، وما دام انت فاهماه انا اوعدك مش هتدخل في حياتكم، ومش هحاول انا وامك نعرف اسراركم، لكن انت لازم توعديني تقولي لي اذا حسيت باي حاجه مش مظبوط. اوعدك. طيب اتصلي بيه قولي له مستنيه لما يرجع. هو طلب مني ما اتصلش بيه الا لما هو يتصل الاول. غريبه، انتوا احرار بعضيكم. يلا البسي هدومك وحصليني نتغدى سوا. ربنا يخليك ليا يا ابوي. ويخليك ليا يا بنتي. لله انا عايز تسمع كلام ولدك مناع. عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي حتاكل الرجاله، مش حتديهم قد ما حتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قلة العقل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، المايه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا من الجوع. طوعني يا كبير، طوعني يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، بكفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع. يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجاله ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم، زار العملية وعرة قوي. ارتاحوا يا رجالة. اهدي. مناع ولدي. يلا شهيد مع الرجال. عبد الله على السلامة يا ولدي. لك عم غوري. عميني الحمد لله يا ولدي. احنا بخير. لكن ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. سارة يا ولدي الفلوس دي تترمي في ارض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غوري بس؟ رجالة نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الارض ومفيش فايدة. من اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الارض في ساعة وتنحرط وتتزرع في اسبوعين ثلاثة بالكتير. لا اله الا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجاله هتشتغل فيها مناع. انا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجاله واحده واحده. الارض دي مش هتدي، الارض دي مالحه ومطبله. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجه وليها دواء، وانا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الارض دي في شهر. اه مغوري، قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل ايه. بوي. ايوه يا ولدي. عايز اقول لك حاجه، يعني بنت نسمة معايا في العربيه هي ما طلعتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي،
النجع كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خذها على البيت من غير ما حد يشوفكم. هي يلا يا ولدي، عبال ملك من الرجال. زين الفكره بس ابوي، يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك يا كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي يا ولدي، عايزك في موضوعك ده من الاول. جري مغاوري، هو انت كده خالف تعرف؟ يلا اطلعوا برا، اوقفوا على الباب. هميوات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ ايوه الليله، لكن انت متفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحق نوصله. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند فئه البحر، التجار هيحملوا في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تامن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون دي. ايوه خليه معاك. طيب او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب اول ما يجينك مست مني مست. اشاره يعني اشاره. ايوه التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده اتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ تخافش، انا مناع لحويتي برضك. اما نسمة يا ضنايا يا بنتي، يا ضنايا يا حبيبتي يا بنتي، توحشت الجو يا نسمة. توحشتك والله العظيم يا امي. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديلة ما توحشتكيش على قلبي. قلبي وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. تخليك الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشه ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه. بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مالنا ناس وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنت بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا، كنت ببص عليهم من بلكونه من فوق واستنى لما مناع اخويا يعاوا اعمل له لقمه ويدخل ينام، وكل يوم على ده الحال. يو ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عين عليك يا ولدي، اتريك بر قبل اوانه. يا خوفي لو فاطمة بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جربوها. قومي قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجود بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. اتفضل يا باشمهندس، عقود الجرارات والمواتير ومكنه الشفط الكبيره هتركب ميته بكره باذن الله. عما تخلصوا حرت هتكون المايه بتجري زي الرهوان. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الاحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا ابوي حلالنا، تعبي وشقايا وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، انا وانت وحدينا ومعانا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجة بني ليه؟ كده انا عرفت، كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجة، يبقى حرام البندلية ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعة وبيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدهوني الخواجة بني مرتين ونص. كفاية كده، انا فهمت كل حاجه ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندريه؟ طب ادينا هملنا لهم زراعه المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا ايه. وانا اتحدى اي نفر فيهم يطلع النص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لابوك هتسميها ايه؟ انا وانت واحد يا ابوي، والعيله كلها امانه في رقبتي، واديك شايف النتيجه. اللي بيكسبه بصرفه على العيلة وليكم. كله باسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضه تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا هملك الذرة توزعه بالطريقة اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانة دي يا ابوي؟ وقاعد معك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوق من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكرة الليلة حسلمه واقبض بقية الفلوس، يا دوبك تغطي بقية مصاريف الأرض لحد ما تطرح.
وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الأرض وتجهيزها وكله تحت يدك والعقود كمان. اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معهم قبل سابق ما تخافش. وعموما انا كلمت عم ناجي هو حيتصرف كالعادة. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شوية لاني تستلم البضاعة بعد العشاء وبعديها هطلع على سوهاش طوالي. كان ودي تعود بسرعة يا ولدي. عايزين نخلص من حكاية جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمة. بلاش منها الجوازة دي يا ابوي. شري يا ولدي؟ تناسي انها مرهونة باسمك من زمان؟ انت رهنتها من غير ما تشرني. هتكسر كلام ابوك يا مناع؟ ما عاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة. تعال شوف قطك زي انت اهلك بقت زي قط العرسان. ايه ده يما؟ نفافيخ وزينة؟ عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يما. كتر خيرك. يما أنا مش مبسوط من الجوازة دي. الجواز يا ولدي زي القدر مكتوب علينا من الأزل. يعني لو جميلة مكتوبة لك يبقى مش هتخش إلا على جميل. والقبول؟ القبول يما أعمل إيه؟ مش قابلها، مش طايقها. كل ما أفكر إن أنا هعيش معاها العمر كله تخنق. تحس إن ركبني ميت عفريت. انت لسه في دماغك بالتحسان يا ولدي. انساها، نصيحة انساها. الجواز حاجة والعيش بحاجة تانية خالص. ومدام وافقت خليك راجل وما تكسبش ابوك وعيلتك. حاضر يا امه. حاضر. بس احب على قدك شيل الزينة اللي انت عاملاها دي والنفافيخ. ودعي لي. ادعي لي يما. انا هقوم اسبح واتجهز على ما عم دياب يخلص كتيبه الحراسه اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخره يا ولدي. كله تمام؟ خلاص يا سناجي، الجمال اتحملت وتربضت. يبقوا تروحوا بالطريق الوراني وتلفوا نواحي وادي النخل وانا هقابلكم هناك. ده البندريه هيتجننوا لما يعرفوا ان احنا بعنا وهم لا. ملناش صالح بالبندريه، خليهم غرقانين في فرحهم ومش دريانين احنا بنعمل ايه. يلا توكلوا على الله يا رجاله. يلا رجاله توكلوا بينا على الله. يلا رجاله. يلا هميات. يلا 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 طفوه. يلا 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 محدش فيكم يعمل دوشة. يلا امشي وراه.
شاء الله. ألف مبروك يا رئيس بن داري. الله يبارك فيك. ألف مليون مبروك يا عريس. الله يبارك فيكم يا كبارات العبايدة. مبروك يا داب. نقوطك يا عريس. امسك ما تختشيش. هيختشي من عمه. مش مهم الليلة يختشي من عمه. المهم انه ما يختشيش من بنت عمه. انا راجل ولد راجل. وعيني تدب فيها مليون رصاصة. بعد الشر عليك يا عريس. الدنيا احلى سلام. الرئيس بن داري. الرئيس بن داري. كبير النجر. كبير النجر. وولده. وولده. همام. همام. اللي هو. العريس. العريس. اديني سلام سعيدي شحط محط. شحط محط. دي برضو بنتك يا ابو بناء. المسامح كريم يا واد عمي. احب على يد احب على يد. سامحني انا عارفه اني غلطانه، بس يمين بالله يمين بالله ما في حد مس شرفك. عارف يا بنتي عارف، بس النصيبة اني فضحتك بقيت في النادي كله، واي عريس هيجيلك هيعيروه انك فضلة همام. بزور وغلوتك عندي بزور، والله العظيم ثلاثة بزور. منها لله بقى، هي اللي شنعت عليكي وقالت بدل الكلمة عشرة. عشرة بس، قولي ألف ولساها بتنبط بالكلام. طب وديني لقطة على لساني. حملوني دلوقتي، حملوني، خلوا زرزور يعمل لي كوباية شاي. يلا 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 اجروا اجروا. تعبتي، ربنا يسترك دنيا واخرة. حلو قوي، الواحد عايز يقدر يشيل عضه. شفت الأرنب بتاعي أحلى من كل ذبايح فرح حمام. من ناحية أطعم فهو أطعم، بس يا خسارة الواحد عايز ياكل أرنبين ثلاثة عشان يشبع. ده أرنب جبلي قد الجد، ما مكفيكش تعال قول دراعي. بطني لسه فاضية، ما تيجي معايا الفرح نجيب حتتين لحمة جملي. وخالف أوامر سيدي حسان. لا اهدي، مين اللي ماشي يتسحب هناك؟ ايه ده باين عليه قاصد حد. تعال تعال نمسكه نشوف الاول رايح فين وقاصد مين.
وراح لفين؟ سيبه. طب هنطلع وراه ازاي؟ هنطلع له من الناحية التانية. يلا خدني معاك. عندك انت مين انت؟ انت نفس عباية سندي ليه؟ سنداري اخوي العار. اسكت كلكم، ما عايز اسمع صوت. قسم بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه السمس ما تطلعش عليه يتحسن كلها. سامعين؟ ضرب النار من هنا، خليكم واقفين. يا ده زرزور سيدي يا فين ماله؟ عرب عرب بنات اتكلم، شفت يا عرب؟ سيسناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقفلني، وكان متخفف عباية سناجي. هموس عرر. عرر عرر اخوي يا سناري الكلب.